والله لا طلع عين قريب في الملل ده. كل يوم هنعمل فيك مال. احنا بقى لنا كم مره كل يوم لا لازم نعمل خلاص 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 كل يوم هتعملوا فيا مالك. كل يوم كل يوم والله بجد عمال اقول له تعالى نعمل يقول لا هنعمل فيديو النهارده. احنا عارفين ان اساسا الملل ده سخيف ورخم ودمه تقيل ومش نافع خالص. بس انا حبيت ايه اوري لكم المقالب. مش اي مقلب تبقى ايه يبقى حق وحقيقي. ومش اي مقلب نقول مش عارفينه. لا المقلب المقالب كلها على اليوتيوب كلها لازم يكون متفقين عليها وعارفين الشغل هيبقى ازاي وعارفين ان الشغل بتاعنا ماشي وايه الخطوات بتاعته. يبقى المقالب كلها متفقين عليها ومعروفين. اما ناس بقى يقولوا لك ايه احنا لا احنا مش عارفين ده عاملين فيا مقلب الكلام ده كله مش حقيقي. اشوفكم على خير وفيديو ايه خالص. بس يا محمد كفايه لعبه الماء يا محمد. تعال ما تسيبني العب شويه في المطبخ. طب خلي بالك طبعا. بدها تقع يوم. تعال ما تسيبني العب شويه. هتقع. ولا فين؟ ولا محمد. يا محمد. لا راح فين؟ ليت. ولا محمد. محمد. دورت عليه يعني يلا حته غرقه يعني تعالى طب بص عليه يلا ايه ده انا سايبه على الفرع يا ابني. اعمل ايه يا احمد روح دور على الولد يا احمد. لا يا عم لا هنزل يا عم لا هنزل اصبر بس اصبر لا
هتنزل هنزل انا هنزل لا هنزل انا بعرف اعوم خلاص خلاص انا هنزل انا لا انا مش انا والله كان واقف بيلعب معايا وانا عمال اقول له هتقع هتقع مش عايز اسمعك انا بعمل ايه طيب ازاي يروح عن عينك يعني انا قاعد هنا مجرب بس ما جالي مكالمه مجرب ما حطيت عيني الناحيه الثانيه بصيت من تهبل يا احمد تعمل كده يا احمد انت اخويا احنا قاعدين ندور عليك وانا فاكرك وقعت يلا ده انت مجنون هاتوا يا عم كده يا عم استنى بقى اقول لهم انا بقى خبيه يا ولدي 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 يا